diverso da quello che ne sono campagnolo. احتفال بذكرى وعد بلفور بمشاركة إسرائيل ليس إلا رش للملح على الجرح. بريطانيا يجب أن تلغي هذا الاحتفال، يجب أن تلغي أن تقدم اعتذارها للشعب الفلسطيني، ونحن على تواصل مع المعارضة في بريطانيا ومع اللجان الشعبية والشعب البريطاني نفسه الذي قسم كبير جدا منه يعارض سياسة حكومته في هذا المجال.